الذي نحن نصلي ونضرب هنا تعز، هنا اليمن هيبة ومهابة وتوجه نحو الدولة بكل مؤسساتها وحمايتها. رجال القوات الخاصة بمحافظة تعز بيوم تخرجهم بعد تدريب وتأهيل للمهارات الخاصة ومكافحة الإرهاب والتدخل السريع وحماية الشخصيات والمنشآت. متابعة عصابة قامت باختطاف شخصية مهمة على متن سيارة والقضاء والقبض عليها. فالميدان يربي الرجال الذين سيحمون المواطن والدولة على حد سواء. ميلاد يوم للأمن بشكل عام، كونه أول يعني أول مرة في التاريخ أنه تشكل قوة العمل الخاص من أبناء محافظة تعز خاصة والذين يتمتعون بالمهارة القتالية والتأهيل المطلوب. هذه الدفاع الجديدة التي سترفد جهاز الأمن في محافظة تعز بالرجال الأقوياء والرجال الأمنيين الأمينين على حفظ أمن محافظة تعز. هو النجاح والإنجاز إذن عندما توجد الإرادة والرجال المخلصين لهذا الوطن، وعندما يجد المسؤولين الأمنيين الدعم من السلطات الشرعية وممثليها الذين حضروا اليوم برفقة مسؤولي السلطات المحلية والعسكرية بالمحافظة بتخرج هذه الدفعة تحت علم الجمهورية اليمنية. نحن نريدكم أن تتعاملوا وفقا للدستور والقانون، أن تحرصوا على أعراض الناس ودماء الناس وحقوقهم الدستورية، وأن تكونوا أشد في الدفاع عن الدستور والقانون، في ضرب المجرمين والخارجين على القانون ضرب يد من حديد. بالأمس الشرطة العسكرية واليوم القوات الخاصة لبنات منتظمات وأساس ثابت في بناء الدولة التي لا ولن يرضى سكان هذه المحافظة بغيرها سبيلا للسير نحو المستقبل. فتعز كما يقول عنها أبناؤها دولة المدينة ومدينة الدولة. محمد يوسف لقناة سهيل تعز.